بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نتابع مع فضائل الأعمال وما زلنا مع فضائل القرآن الكريم، واليوم مع الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. الأمر بتعهد القرآن هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، تعاهد القرآن وتحذير من تعارضه للنسيان. في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا من لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. في هذا الحديث الحض على قراءة القرآن والمواظبة على تلاوته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، كمثل الإبل المعقلة، يعني اللي هي إيه، مربوطة في عقلها، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال البخاري رحمه الله: باب استذكار القرآن وتعاهده. وذكر حديث ابن عمر المذكور وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. حظ وحض النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتعاهد القرآن صلى الله عليه وسلم، وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا وفي تحصيلها حيث كان نفورها صعوبة. قوله: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي، قال عياض: أولى ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول، أي بئس الحال، حال من حفظه ثم غافل عنه حتى نسيه. هذا الحديث يوافق قوله تبارك وتعالى: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر الله تبارك وتعالى له، ومن أعرض عنه تفلت منه. قال الحافظ: وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. يبقى مجمل هذا الباب فيه الأمر بتعاهد القرآن. لو أنت حافظ آيات من القرآن الكريم لابد أن تداوم على مراجعة هذه الآيات، حافظ جزء اثنين ثلاثة، لازم أنك أنت تراجع هذا المحفوظ. لو أنت تركت هذا المحفوظ ستنساه، ولا تقول نسيت آية كذا، بل تقول نسيت، لأن في فرق ما بين الاثنين. نسيت أي الشيطان هو الذي أنساه، هو الذي شغلك بالدنيا، هو الذي شغلك يعني بالأمور الأخرى التي أضاعت منك إيه، حفظ وتلاوة القرآن. عشان كده دايما بنقول لازم يبقى لك ورد ثابت مع القرآن. أنا كنت دايما أقول كده، يعني إيه، معاك حال أو حالك مع القرآن على ثلاث أوراق: ورد التلاوة لتحصيل الأجر والثواب، التلاوة السريعة، إنك أنت كل يوم بتقرأ جزء أو اثنين أو ثلاثة أو حتى خمسة لو ربنا سبحانه وتعالى وفقك لكده. رقم اثنين، ورد المراجعة، مراجعة المحفوظ بتاعك. لو انت حافظ جزئين او ثلاثة او نص القرآن او كله، لازم يكون في ورد مراجعة ثابت لك، لان القرآن هتنساه لو انت ايه، زي ما اسمعنا الحديث كده، فانه اشد تفلتا من الابل في عقولها. رقم ثلاثة، ورد التدبر. ورد التدبر ده بقى على مهلك خالص كده في القرآن، كل يوم مثلا بتتدبر آية او اثنين او ثلاثة أو نصف وجه أو وجه، المهم لازم يكون لك حل مع القرآن على ثلاث إيه أوراد: ورد التلاوة لتحصيل الأجر والثواب، وعشان تختم القرآن تبقى على طول كده إيه، كالحال المرتاح، كل ما تختم تبدأ تاني من البداية. رقم اتنين، ورد المراجعة، بتقسم المحفوظ بتاعك، لازم كل أسبوع أو اتنين على الأكثر تكون خلصت المحفوظ بتاعك، كررته في خلال أسبوعين ولا تزيد عن شهر. رقم ثلاثة، ورد التدبر. قصة جميلة قوي سمعتها من الشيخ رشيد صوفي،
الشيخ رشيد يعني من علماء القراءات، ومسجل القرآن بأكثر من رواية من القراءات العشر، ربنا يحفظه وينفع به. بيحكي عن أبيه، أبوه كان جاءته إيه غيبوبة ومرض، وجاء به إلى مصر لعلاج، فظل في الغيبوبة لمدة سنة كاملة أو ما يزيد. بيقول الشيخ: فكنت أقرأ يعني إيه، وكان طبعا من حفظة القرآن الكريم، فبيقول اللي هو بيقرأ جنبه القرآن، فكان وهو بيقرأ القرآن كده إذا أخطأ في آية أو في كلمة، يعني إيه من أحيانا القراءات بتختلط على اللي دارس قراءات هو بيقرأ يعني، فبيقول كان يفيق من الغيبوبة ويرده ويروح في الغيبوبة تاني، وهذا من كرامات أهل القرآن. فالمهم إن هو بيقول ظل في المرض بتاعه ده لمدة سنة في الغيبوبة دي، والأطباء يقولوا له: أنت جايب أبوك هنا في مصر اللي أنت عايز تدفنه هنا بجوار الحسين، يعني إيه إن هو خلاص يعني كأنه منتهي وكأنه هيموت خلاص. بعد سنة أو ما يزيد قليل ربنا سبحانه وتعالى شفاه من كل الأمراض اللي كانت عنده. بيقول: حتى بعد أن أفاق من غيبوبته يعني رجع يقرأ القرآن ولا يخطأ في آية واحدة. سبحان الله، وهذا من كرامات أهل القرآن. أبو الشيخ رشيد صوفي ده كان بيختم القرآن كل قد إيه؟ كل 3 أيام. بيقول كان كل يوم يقرأ 10 أجزاء كاملين في اليوم ويختم كل 3 أيام. الشيخ رشيد كان بيدرس عندنا هنا في الأزهر. بيقول بعد ما رجع من رحلة طلب العلم بتاعه رجع لأبيه في الصومال، فأبوه بيسأله: أنت بتختم القرآن كل قد إيه؟ قال له: بختمه كل 7 أيام. هو ظن كده ان هو يعني ايه احسن صنعا في تلاوه القران، وكده بيختم يعني ايه في فتره حلوه يعني كل اسبوع يختم القران. فنهره وقال له: انت تختم القران في كل 7، ما الذي يشغلك عن القران؟ عندك ولد، عندك ابناء، عندك عمل، عندك زوجه، عندك كذا، عندك كذا، اللي يشغلك انك انت يعني تظل كده اسبوع كامل عشان تختم القران كده؟ لان هو كان بيختم القران كل ايه كل 3 ايام. فدي كرامات اهل القران، وانظروا الى اهل القران في مراجعتهم للقران الكريم. عشان كده في طريقه جميله قوي كنا اسمها فامي بشوق. فامي بشوق اللي عايز يختم القران كل 7 ايام، فامي بشوق كل حرف من حروف هذه الجملة إشارة إلى السورة التي تبدأ بها في اليوم. يعني مثلا الفاء إشارة إلى سورة الفاتحة اللي بتبدأ بها في اليوم الأول. رقم 2 حرف الإيه الميم إشارة إلى سورة المائدة تبدأ بها في اليوم الثاني. حرف الياء إشارة إلى السورة اللي بتبدأ بها في اليوم الثالث سورة يونس. اليوم الرابع حرف الباء فمي بشوك مشي مع الحروف كده، الباء إشارة إلى سورة الإسراء ولها اسم ثاني سورة بني إسرائيل وهكذا. حرف الشين إشارة إلى سورة الشعراء. حرف الواو إشارة إلى سورة الصفات والصفات صفة. حرف القاف إشارة إلى حزب المفصل بداية من سورة قاف. يبقى دي لو أنت حبيت أنك أنت تختم القرآن في 7 أيام يعني في أسبوع بطريقة فامي بشوق. المهم الخلاصة أننا نهتم إن شاء الله بتلاوة القرآن ومراجعة القرآن وتدبر القرآن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا بهداية القرآن وأن يوفقنا الله تبارك وتعالى لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.